شكرا لزميل مطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، مجددا يتجدد بكم اللقاء مع انطلاقة الشوط الخامس للحيل والثالث عشر من ترتيب هذه الفترة الصباحية وأشواط هذه الفترة الصباحية. وشارت وجائزة زايد الكبرى انطلقت وفي يومها الرابع. تهانينا لكل الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ إن شاء الله في الأيام القادمة وفي السباقات القادمة. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، الشوط الخامس ومن فئة الحيل انطلق قبل قليل، والمقدمة مباشرة مقدمة الشوط ومن تقود الصدارة ومتحكمة بزمام الأمور على ما يبدو بأن الصدارة مع مزنة لعلي بن محمد بن سالم الجابري، والنقلة على المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني من خلال شاشة التلفزيون اللي تحتل المركز الثاني سنتعرف عليها في هذه اللحظات. من تحتل المركز الثاني في هذا الكم الهائل والأعداد الكثيرة اللي في المركز الثاني أو المقدمة مقدمة الشوط؟ أيها الأخوة الصدارة تحت أقدام الظبي لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، شعار هوائل من فازت بالمركز الثاني في يوم أمس، وأيضا شعار شاهين من انتزع الشوط من أشواط هذه الفترة الصباحية مع ناصر بن سالم المكسور في عملية التضمير. إذن مزرعة الظبي تقود المسيرة وتسيطر على المركز الأول. النقلة والدور دور المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية لناصر بن طويلب المنصوري، المركز الثالث مزنة لعلي بن محمد بن سالم الجابري، الدور والنقلة على المركز الرابع من تتواجد على رابع المراكز غزلان المبارك بن بطي بن هواش الخيالي، النقلة والانتقالة إلى المركز الخامس والأخير المسموح له بالنداء والإذاعة الدكتورة لأحمد بن حمد بن هميلة المزروعي، وتتسلل الدكتورة بدورها وتنتزع المركز الرابع في هذه اللحظة مع شعار ابن هميلة المزروعي. وعودة أيها الأخوة أيها الأعزاء مشاهدين الكرام إلى الضيفة العزيزة التي في مقدمة الشوط العانية والمتعنية خصيصا لهذا المهرجان. يا سلام، ومع سعيد بن محمد بن زايد الخيارين وهذا الشعار الذي أثبت وجوده في هذا المهرجان وأيضا في العديد من المهرجانات، دائما يتألق شعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين والتضمير مع ناصر بن سالم المكسور. يا سلام يا الظبي، الله الله الله، النقلة والدور على المركز الثاني من تحتل المركز الثاني، وأيضا الظبي، الظبي محاطة بخطورة كبيرة وأيضا بضغط شديد من قبل مزنة وأيضا من قبل الشاهينية، الشاهينية من الجانب الآخر لناصر بن طويلب المنصوري، ومزنة من الجانب الآخر من اليسرى علي بن محمد بن سالم الجابري، ويتدخل شعار ابن هميلة. يا سلام الدكتورة، الله تريد أن تعالج أمور الشوط. الدكتورة أداءها ممتاز وشعارها ممتاز وانطلاقتها راقب، الدكتورة تبغيلها مراقبة اللي تتسلل تتسلل في هذه اللحظات. الدكتورة أحمد بن حمد بن هميلة المزروعي، يا سلام الرباعية القوية على مقدمة الشوط. الدكتورة تشفي غليل بن هميلة، تعالج غليله مع انتزاعها للمركز الأول في هذه اللحظة. يا سلام يا الدكتورة، الله يا هذا الشعار ويا هذا الأداء ويا هذا الانطلاق والناموس في جائزة زايد الكبرى غير، وفي هذا المهرجان غير، لما للأعداد الكثيرة الأعداد الهائلة والجوائز تنحصر فقط على الخمس المتقدمة الأولى. من أراد الإذاعة والنداء وأيضا فليأتي إلى الخمس المتقدمة إلى الفايف ستار. ما زالت الدكتور
الشهرة أحمد بن حمد بن حميلة المزروعي. يا سلام النقلة على المركز الثاني الشاهينية لناصر بن طويلب المنصوري، وتليها في المركز الثالث هنا الظبي لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، تتسلل الظبي وتخطف المركز الثاني، تنتزع المركز الثاني الظبي عائدة ملكيتها لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. والتضمير مع الخطير مع البروفيسور مع الدكتور مضمر شاهين ومضمر هوايل ومضمر ضاري ومضمر مزنة ومضمر جميلة ناصر بن سالم المكسور. يا سلام النقلة على المركز الثالث، من بدأت بالتسلل لانتزاع المركز الثاني مزنة 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 علي بن محمد بن سالم الجابري. النقلة على المركز الثالث الشاهينية لناصر بن طويلب المنصوري، بينما الظبي تتراجع تراجع تكتيكي في المركز الرابع لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وتعود إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع ما زالت الشاهينية ناصر بن طويلب المنصوري. المركز الرابع وصلت أيها الأخوة في رابع المراكز غزلان لمبارك بن بطي بن هواش الخيالي. المركز الخامس، عطني المركز الخامس يا أخوي، المركز الخامس اللي بعدها، المركز الخامس اللي في خامس المراكز هملولة لراشد بن بخيت بن حفيظ المزروعي، وهذا هو آخر نداء للخمس المتقدمة الأولى، النداء الأخير والعودة إلى من تقود هذه الجموع وهذه الأسماء. الله يا الدكتورة، يا سلام يا الدكتورة، الدكتورة 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 والكيلو الأخير، الدكتورة والكيلو متر الأخير، وقدرنا لوحة الكيلومتر الأخير، والمنصة أيها الأخوة تقترب، وما زالت الدكتورة الدكتورة الدكتورة. يا سلام تعود ملكية الدكتورة أحمد بن حمد بن حميلة المزروعي. روح روح للناموس روح الغربية. يا سلام، بينما الخطورة على الدكتورة، الدكتورة في المقدمة وغزلان واصلة، غزلان المبارك بن بطي بن هواش الخيالي، أيضا القدوم من هملولة راشد بن بخيت بن حفيظ المزروعي، تتسلل غزلان مبارك بن بطي بن هواش الخيالي. يا سلام، الله يا الخيالي، الله الله الله، ولكن هملولة هملولة الخوف الخوف على غزلان من هملولة، غزلان وهملولة غزلان وهملولة، اللحظات الأخيرة 300 متر الأخيرة، غزلان بشعار مبارك بن بطي بن هواش الخيالي. يا سلام، تصر على إهداء، تصر على مبارك بن بطي بن هواش الخيالي. يا سلام يا غزلان، وهملولة تلاحقها لراشد بن بخيت بن حفيظ المزروعي، ولكن غزلان خلاص حسمت الأمور مع المئة متر الأخيرة. تهانينا تهانينا أيها الأخوة، تهانينا لمالك غزلان مبارك بن بطي بن هواش الخيالي لحظات الوصول. تهانينا والناموس المركز الثاني هملولة لراشد بن بخيت بن حفيظ المزروعي، المركز الثالث الدكتورة لأحمد بن حمد بن هميلة المزروعي، المركز الرابع الخليجية لمحمد بن غانم بن حموده الظاهري، المركز الخامس الشاهينية لفالح بن دنان الشامسي. هذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، وننتظر التوقيت الزمني للحظة وصول غزلان، من حسمت مجريات الشوط، قطعت المسافة غزلان في 9:29، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن بطي بن هواش الخيالي على فوز غزلان بالمركز الأول. المركز الثاني أيضا من قدمت عرض تشكر عليه هملولة، 9:29 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن بخيت بن حفيظ المزروعي على فوز هملولة بالمركز الثاني، وكانت غاب قوسين أو أدنى من تحقيق الناموس. الدكتورة في المركز الثالث 9:33 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الدكتورة أيضا من قدمت عرض تشكر عليه أحمد بن حمد بن هميلة المزروعي. تهانينا لكل الفائزين، حظا أوفر لمن لم